المقابلة ضد فريق الزمرة مقابلة ما كانت سهلة، لعبنا ضد فريق قوي يلعب كرة قدم جميلة، وأود أن أشكر جميع اللاعبين على أدائهم المتميز. هناك لاعبين تم تبديلهم أعطوا إضافة كبيرة للفريق. فريق الزمرة لم يترك لنا المساحات، وفريق صراحة جد منظم. الحمد لله لعبنا بشكل متميز، هناك تركيز عالي من اللاعبين، هناك انضباط تكتيكي رغم غياب 5 عناصر أساسية في الفريق. فالمجموعة التي خاضت اللقاء قدمت مقابلة ممتازة، وأعطينا فرصة لبعض اللاعبين الشبان من أبناء الفريق. وهنا أود أن أشكر المكتب المسير للفريق على التحفيزات المالية لأزيد من 7 مقابلات، وأشكر رئيس الفريق السي حسن الفلالي على تضحياته من ماله الخاص في الأوقات التي كان الفريق جد محتاج لد. وأود أن أشكر المكتب المسير للفريق على وقوفه المستمر والدعم المعنوي في جميع المقابلات. بطبيعة الحال هناك لاعبين شبان سوف تعطى لهم فرصة للعب في المقابلات القادمة من أجل الوقوف على مدى جاهزيتهم للاستمرار مع النادي. هناك عدة مقابلات خاضها الفريق بأداء جيد، إلا أن الحظ لم يكن بجانبنا في عدة مقابلات. نحن لا نستحق المرتبة التي نحن فيها، وأنا جد راضي على أداء اللاعبين. كيفاش دازت المباراة اليوم؟ كيفاش كتشوفوا؟ شنو أسباب الخلل أو الخلل اللي كان باش ما استطعتوش تفوزوا اليوم؟ الشوط الأول كنا حنا قدمنا مقابلة سواء، كنا نحاولوا نحافظوا على الانضباط التكتيكي ديالنا ونحاولوا نلعبوا ما نديروش أخطاء في 30 ولا 40 متر الأخيرة ديالنا، ونحاولوا نلعبوا نقلبوا نلعبوا في نص الملعب ديال الفريق الخميسة. الشوط الاول كان في مستوى كان انضباط تكتيكي، كنا تنوصلوا، خلقنا العديد ديال الفرص، ما تكتبش الله ما كتبش لينا بانهم تسجلوا في الشوط الاول. ما الشوط الثاني كنا لا ميم شوز، دخلنا بنفس الطريقه باش نحاولوا ان شاء الله نقلبوا على 3 نقاط اللي تعطينا اريحيه، وتعطينا ان شاء الله باش نصعدوا للقسم الوطني الاول. ولكن تنشوف ملي كنا ملي ثقل التركيز في واحد بعض المناسبات شفنا خطا في التركيز ديال اللاعب، خطا تجلات الكره، ولكن الحمد لله كانت الرياكسيون من اللاعبين، حاولنا نرجعوا في المباراه، ضغطنا الحمد لله، جات الكره ديال التعادل وارض لك الكره هي هذه، وان شاء الله نحاولوا نصلحوا الاخطاء ديالنا ان شاء الله، ونحاولوا في مستقبل المباريات ان شاء الله المباريات اللي جايه ان شاء الله نحققوا فيهم الصعود ان شاء الله. كلمه للجمهور اللي حج بكثافه الى مدرجات ملعب. نشكرهم حجوا وشجعونا، وكنا بغينا نفرحوهم، ومن هذا المنبر نقول لهم ان شاء الله تنوعدكم ان شاء الله بان الفريق ان شاء الله غيكون في القسم الوطني الثاني، في القسم الوطني الاول ان شاء الله. وحنا غنلعبوا ان شاء الله باش غنمشيو للمباراه ديال صديقات ان شاء الله باش نجيبوا الصعود نتمنى ان شاء الله. Yeah.